جايز اف 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 عندي لكم خبر، عندي لكم اخبار، عندي لكم توقعات. انتوا ايه بقى؟ بق البحثة زهقتيني. قولي له كل الابراج من بزا وخلصينا. شو بدك فيها؟ قولي لهم انه هيدا الشهر رح يكون حلو عليهم كلهم. قولي لهم انه من وجهن حلو، من وجهن حلو. خلص بقى اسكتوا، فكوا عن خلوني اعرف احكي. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بابراج كوكب زحل. برج الحمل، بما انه شهر اب هو شهر صيفيه وراحه، هذا الشيء اكيد ما بيطبق على 12 برج، وبحب لكم انه انتم نو صيفيه ونو راحه، فكيف بدكم تتكيفوا وتكفوا شغلكم انتم مكيفين؟ دوروا المكيف وما تعطلوا هم ابدا فاتوره الكهرباء، لانه اخر الشهر رح يكون معكم مصاري تدفعوا فاتورتكم وفاتوره جيرانكم كلها. برج الثور، انتم برج انطوائي، بس باب خلوا معكم واقي، حتكونوا فراشة المجتمع، هالفترة مأكدة عليكم الاستقرار العاطفي وعلاقات طويلة المدى، كرمال هيك خبصوا قد ما بدكم مع شادي وفادي وسميرة وندى، وخلوا معكم أي مي صغيرة لأنه شهر اب بيعطيكم جوانح. برج الجوزاء، ما عندي خبر سيء لإلكم بل عندي خبرين سيئين لإلكم. للشخصية الأولى بحب إلا أنه أنت من تجيك على الصعيد الاجتماعي، وهذا الشيء رح يجر معه مشاكل على الصعيد العملي والعائلة. وللشخصية الثانية بحب إلا أنه أنت من تجيك على الصعيد الاجتماعي، وهذا الشيء رح يجر معه مشاكل على الصعيد العملي والعائلة. فللشخصية الأولى أنت أول برج من الثلاث أبراج من تجوزن هذا الشهر، وللشخصية الثانية أنت الثاني برج من الثلاث أبراج من تجوزن هذا الشهر. برج السرطان، كل يوم عملوا upper body exercise لأنه حتكونوا الكتف يلي حيلم هموم الكل، حتكونوا المعدة يلي حتهضم هموم الكل، حتكونوا الإجر يلي حتركض لتساعد الكل، حتكونوا الضفر يلي حيجرح اللي بيأذي الكل. برج الأسد، هابي بيرثدي برج الأسد، عقبال المية، نفرح منكم يا رب، إن شاء الله تكون سنة حلوة، بتمنى لكم كل خير، باي. حتكون الشمس ببرجكم ورح تحسن أوضاعكم الاجتماعية ورح تكونوا محط الأنظار ورفقاتكم حيعملوا لكم سوربريز، بليز اعملوا حالكم متفاجئين، باي. برج العذراء، الحياة عطتكم فرصة إنه ما تفكروا وتعتلوا هم كتير، فاينلي حترتاحوا وتقدروا تناموا بلا أنكزايتي، بس مش لأنه الحياة صارت أحسن، لا، لأنه انتو نملتو. It's okay لأنه أنا كمان منملة، حاسة حالي فاصلة. بس يا أنت فاصل؟ أنا فاصل. فاصل وأنا واصل. أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بأبراج كوكب زحل. برج الميزان، أنا كتير مبسوطة منكم لأنه بشهر آب حتعملوا a huge switch، حتصيروا bad bitch، فحتبطلوا كوكات، بنوتة زعولة مستحية، رح يحسوا العالم عليكم إنكم مغيرين وصارين مقلين، بس أنا بحب لما تكونوا مشلفين لأنه هيدي هي حقيقتكم يا وقحين، فستين، بالورين. برج العقرب، بونسوار، سمعت إنه هيدا الشهر مرقتوا بمنتل بريك داون، قد إيه حلو هالشي؟ قد إيه أنا هلا مبسوطة إنه عم شارك نفس التجربة معكم؟ قد انا هلا حاسه حالي طبيعيه ومرتاحه، قد حلو هالشي، فبليز انتبهوا على حالكم كرمال يضل منكم شي، لانه كثير حلو هالشي، قد حلو هالشي. برج القوس، اوكي اذا قلنا الشمس بالاسد، الاسد شو بيكون للقوس؟ شو بيكون في بيناتهم؟ نحسب قوس، عذراء، ميزان، عقرب، مصاري وحريه. بس إذا كنتوا ساكنين بلبنان وعم تقبضوا باللبناني، رسمي لقاعدة على البلكون مع كيس بزر على سعر الصرف القديم. برج الجدي، ما في شيء اسمه حظ، اللي بيشتغل بيوصل. غلط، هيدا الشهر قد ما اشتغلتوا ما رح توصلوا. ليش؟ لأنه حظكم خلا. فشو الحل؟ شو الحل ليقطع الشهر على خير على برج الجدي؟ يوقفوا الشغل، ينقبروا يقعدوا بالبيت، يظهروا يكزدروا، أو يبكوا بالزاوية لوحدهم. يظهروا كاسترو. غلط، كل الأجوبة التانية. برج الدلو، بما أنه أنا طوال السنة قاعدة على قلبكم حربيكم، إذا انتشر فيديو لإلكم كنتوا مخبينه بالسر ما تنقذوا. سربرايز بيت. إذا عرفوا أهلكم إنه كنتوا ساقطين بامتحان الفرنسي بالكوليج. سربريز بيت. وإذا اكتشف مديركم إنكم سارقين من خزنة المؤسسة. مفاجأة أيتها السقطة. فإذا صاروا كل هيدول ما تتفاجئوا، لأنه أنا بكون عم علمكم دروس الحياة وعم وشكم مثل ما برجكم هيك وجهه هيدا الشهر. برج الحوت، مثل ما معودين دايما لما أوصل لبرجكم بحكي عن الإجرين. هيدا الشهر
ما رح احكي عن الاجرين، بدي اقلكن انه حظكن حلو، حظكن بتكن. مثلا شو ما عملتوا رح تقدروا تزمتوا. اذا سرقتوا شوكولا من الدكانه رح يتهموا برج الجوزاء، اذا شربتوا عصير بالسوبر ماركت ونسيتوا تدفعوا حقها رح تطلع ببرج الجوزاء. بس مش اجباري تفزعوا هالقد، اذا حظكن حلو استفيدوا منه. اجرين 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 اجرين. انا رح روح شوي وراجعة. لوين عم تصوي يا عمي؟ راجعة هلا برجع. يا عمي خلص راجع، بدي احكي عن عودة زحل. هلا برجع. مش مطاولة. عودة زحل هي مرحلة فلكية بيمرق فيها كل انسان على عمر 28 او 29 سنة، بيرجع فيها كوكب زحل مطرح ما كان عند الولادة. بهذا العمر كوكب زحل بيتحدى كل انسان من خلال تحديات وصعوبات بيفرض عليه حتى يوصل على عمر 30 راشد وواعي. وبحال هذا الشخص ما تعلم من الدروس بيوصل على عمر 30 من وجهه. إذا عندكم أي سؤال أنا راجع. أنا راجع. فإذا لأول فرد من الجوزاء أو للتاني فرد من الجوزاء أو لسطل الدلو بحب لكم هارد لوك، ولكل الأبراج الباقيين مثل ما تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب لإلي مش لغيري. إذا حبيتوني وحابين تشوفوا محتوى أكتر لإلي كبسوا هون. إذا حابين تشوفوا محتوى أكتر من قناة فايس أرابيا اكبسوا هون.